شوية فيتامين وتجوا تحضروا فيتامين لأنه راح تنبسطوا راح تحسوا حالكم قوية. جيتوا بيتكم مع عيالكم وتروحوا تحضروا فيتامين. ميري كريسماس اند هابي نيو يير. فيلم كتير حلو روعة ما بتحسوا بالوقت أولا. تمثيل جدا من إخراج رائع، الموضوع حتى مشرق النظر لأنه جديد علينا، جريء ولايت كتير خفيف، بنصحكم تحضروه. موضوع بضحك، تعالوا نسلوا وحضروه لأنه بتقضوا وقت كتير حلو ما بينعاد. فيلم كتير حلو. الميوزك حلوة، الأداء كتير حلو، شخصيات كتير حلوة، إن جنرال كتير حبيت وألف مبروك. منظومة قصة خفيفة ولذيذة وندعى الكل ينزل يحضرها. باي باي. طب خليني جون، خليني جون. باي. فيلم كتير حلو، بشجع كل العالم تحضروه، بضحك كتير. بدنا نحكي فيلم كتير حلو، فيلم كتير حلو، ما بيضحك، ما انبسطنا، بس انه تحضروه بشجع السينما اللبنانية، بمزح بعقل فيلم طعم. عنوان النجاح تريو ماجي الي وكلور فيلم فيتامين. أول عرض لفيتامين، أصداء حلوة، نجوم مبتسمة، الكل ناطرينا برا الحمد لله، لما هيك كلهم بيهربوا فوق كثير، فبدي لكم كلكم مدعوين تيجوا تحضروا فيتامين وتستمتعوا بموفي لبناني كثير حلو. لاف يو. ليه بس العالم مش حضروا فيه؟ الطبيعي لأن أنا اللي كسبته. مش بس لأنه منيح، لأنه كثير حلو. هيدا البوستر هو دعوة لتحضروا فيلم فيتامين، بس تجوا تحضروا فيلم فيتامين بكونوا عم تشجعوا السينما بلبنان، وبتكونوا عم تشوفونا التعب اللي نحن عم نتعب كرمال انتم تكونوا مبسوطين، كونوا كتار وطاعوا على الصلاة السينمائية بلبنان وحضروا فيتامين لأنه نحن بنحبكم، حبونا شوي بس فيتامين. هاي خليني تشوف.